صباح لكم مشاهدينا، ونبدأ سوا أولى فقراتنا لنتعرف دائما من خلالها على أحوال الطقس، درجات الحرارة ونسبة الرطوبة من خلال اتصالنا مع الأرصاد الجوية والسيد ماهر حسن مدير مركز الباسل للأرصاد الجوية. سعد صباحك أستاذ ماهر. صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا. يا هلا بحضرتك. صباحك. يا أهلا وسهلا. شو بتخبرنا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، كيف رح تكون خلال الـ 24 ساعة القادمة والأيام القادمة أيضا؟ نعم، حاليا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق، وذلك بسبب تأثر البلاد بتيارات جنوبية غربية معتدلة في طبقات الجو العليا في مقدمة منخفض جوي. طبعا والذي من المتوقع أن يتحول الطقس غدا على أثر هذا المنخفض إلى غائم جزئيا، ويستمر حتى يوم الجمعة مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر اعتبارا من غدا الثلاثاء، وخاصة فوق المرتفعات الساحلية، وتكون الأجواء لطيفة ليلا ومائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية. الرياح السطحية جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. الرطوبة النسبية تتراوح من 40 إلى 80%. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 29 وصغرى 21، يعني هي حول معدلاتها بشهر أيلول. المنطقة الجنوبية عظمى 34 وصغرى 13، المنطقة الوسطى عظمى 31 وصغرى 20، المنطقة الشمالية عظمى 34 وصغرى 23، والمنطقة الشرقية عظمى 37 وصغرى 24. يعني إن شاء الله في تقلبات اعتبارا من يوم غدا. الطقس غائم جزئيا في المنطقة الساحلية يستمر الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تتركز فوق المرتفعات الجبلية الساحلية. حلو، فإذا رح نعيش كم يوم هيك. نعم. خفيف الشوب فيهم ونستمتع أكثر بنهارنا بدون رطوبة بدون شوب أكيد. شكرا لإلك السيد ماهر حسن مدير مركز الباسل للأرصاد الجوية، لأطلعنا دائما على أحوال طقس. سعد صباحك. يا أهلا وسهلا.